أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، نحن نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية، مشرفين على الموت، لكي ما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكون أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. أمين. نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. الثمرة، الندامة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر داهرين. آمين. السر الثاني، الجلد.
نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل الحزن الذي حزنته، الثاني لما جلد ابنك على العمود بالصياد، الثمرة إماتة الحواس. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر داهرين. آمين. السر الثالث، إكليل الشوك. نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل الحزن الذي حزنته، الثالث لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة، الثمرة احتقار المجد العالمي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،
مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر داهرين آمين. السر الرابع، حمل الصليب. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا كالميت. الثمرة، الصبر والتسليم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،
ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر داهرين آمين. السر الخامس، الموت على الصليب. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الخامس لما مات ابنك على الصليب، الثمرة المحبة والمغفرة للأعداء. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر داهرين آمين. يا سيدة لبنان الفائقة القدرة، يا من ارتفعت كالأرز في لبنان، أنت أمنا، أنت أم الله، أنت أم الكنيسة، أنت رجاء الغارقين في التجارب. نسألك بحق بنوتك للآب الأزلي أن تنصر لبنان بقوة ذراعك وتصون أبناءه وتقويهم في الدفاع عن سلامة إيمانهم وتمنحين النور والقوة. آمين.